من يدفع ثمن الهدي في إحدى المكاتب في مدينة الرياض ثم ينطلق للحج، فهل يكون بذلك قارناً قد ساق الهدي أو متمتعاً؟ لا، ما ساق الهدي، الدراهم ما هي بهدي، ما بعد شري الهدي ولا هم معه، فهو ما ساق الهدي. الهدي يشرى من هناك، يشترى من هناك ويذبح، فهو ما ساق الهدي. نعم.